السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصدقائي وصديقاتي، رجعنا لكم بفيديو جديد، فيديو مهم جدا لنا كلنا إن شاء الله. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، يعدي الأزمة اللي احنا فيها على خير. أنا جايبة النهاردة هنعمل مع بعض كمامات، لأننا احنا دلوقتي في الفترة دي كلنا محتاجين، كلنا ما ينفعش نخرج من غير أي كمامة، رجاء رجاء، لا كمامة ولا جلابز ولا كده، لازم كله يتلبس. ما تكبريش، ما حدش يكبر في الموضوع ده، الموضوع بيزيد مع عندنا. أرجوكم لازم كلنا نلتزم ونلبس الكمامات عشان تعدي الأزمة إن شاء الله، وربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. فجبت الفوط دي، أنا جايبها فوط من المستلزمات الطبية، كبيرة جدا. أنا بالصدفة لقيتهم قدامي، أنا كنت رايحة أجيب بناديل مطبخ برضو بتنفع. اهم حاجه انك انت تسدي الانف والبق علشان خاطر ما يدخلش فيه اي حاجه. مش بنعمل حاجه التراسونيك ولا اي حاجه مش صحيه للدرجه، يعني احنا حاجه وقايه عشان ان شاء الله نستعملها. ربما نعوز نخرج نعوز كده مضطرين لاي خروجه، فاحنا هنعمل الفكره دي مع بعض. معانا الفوطه زي ما شفتوها كبيره جدا، دي ممكن تعمل معانا 4، تعمل معانا 8، زي ما انت حابه يعني. احنا ان شاء الله هنقصها معاكم وناخد جزء منها كده. يا اصدقائي خدنا الجزء ده نشتغل عليه على طول. في من الناحيه دي في بلاستيك، فاحنا هنخليه من بره. ده اللي فيه زي المناديل كده، خفيف وطري على الوش عشان تقدر تنفس منه. نقفل مع بعض بالمسدس، المسدس عشان يعمل لنا دعم للمكان ده. احنا عايزين نعمل دعم للمنطقة دي تبقى ايه، حتى ثابتة شوية، ما تبقاش عشان ما تنزلش من على البق او ما تلمش من ناحية الدق كده. الناحية التانية نفس الموضوع، ثبتنا من هنا ومن هنا. هنيجي ناخد موجة كده هنتنيها تانيات كده، التلات على الأقل بس، يعني مش فيش داعي للتاني ده كله. نعمل من هنا ومن الناحية دي كمان عشان تمسك كويس كده. الناحية التانية برضو، حاولي ما توسعيش التانيات دي وكده، في وسط يعني. انا جبت كمامة عادية من اللي بتتباع، ولقيت نفس الفكرة يعني تقريبا المناديل واحدة. لو عندك مناديل مطبخ بتنفع برضو، كويسة جدا. احنا مش هنستنى الحاجة تغلى علينا والجشع يبتدي من التجار على حاجة، والعياذ بالله. حاجة دي ما يميت، مفروض يعني كلنا نحافظ على بعض، كلنا نبقى ايد واحدة دلوقتي ونخاف على بعض، ما نبقاش فينا الجشع ده ونزود الأسعار وكأنها حاجة كده جاي يستثمر في أيام سودة. أنا آسفة طبعا، لأن بصراحة الموضوع خلاص بقى بيضايقني جدا، بيضايق ناس كتير. ربنا يعافي جميع يا رب ان شاء الله. كده نيجي اخر واحدة، نيجي هنا. يا عايزة تصغريها تكبريها في المقاس كده عشان تعملي لولادك برضو، تتحكمي في الطول ده، سهل جدا كده. اصدقائي عندي الاساتك دي، انا مشتريها من زمان، كانت مركونه عندي امتار كتير منها،
فموجودة عندك أساتيك اليد بتنفع، عندك أساتيك توك بتاعة الأطفال بتنفع، كل حاجة أساتيك أي نوع بيمط معاكي على أساس إيه يدي مساحة ويروح ويجي معاكي. ممكن نعمله بالدباسة وممكن نعمله بالشمع، بس أنا متهيألي أفضل الشمع. كده ثبت كده هنا وهنا، نسيبها ايه ترتاح شوية مع نفسها كده. دلوقتي الكمامات بتتعمل من أي حاجة، من ناس بتعملها من مناديل، من قماش، في من الشرابات دلوقتي كمان. مهم تقينا من الغبار اللي في الشوارع، من النفس، اي حد يدخل في وشنا وكده. يعني احنا مش بنعمل حاجات طبية، احنا بنعمل فكرة تحمينا لأقل خروجة، نحاول برضو نتحاشى اي حد وكده. وهي معانا كده تكبر معانا وتملى كده الكمامة بتاعتنا. أرجو ربنا يحمينا ويحميكم يا رب، يعافينا ويعافيكم، وأرجو أكون فدتكم. وإن شاء الله ربنا ما يقدر علينا بحاجة وحشة يا رب، وريحنا من الغمة دي إن شاء الله. هنا يا أصدقائي فكرة تانية، إحنا عملنا نفس الخطوات الأولى دي للكمام بتاعتنا اللي إحنا عملناها أهي، فهنعمل دي، بس دي هنعملها بالدباسة وبالأساتيك بتاعت الفلوس دي، الأساتيك اليد العادية. ندخلها كده دي عشان خاطر ايه، دي مثلا ولادنا بيبقوا صغيرين مش بيستحملوا الحاجة تبقى تقيلة عليهم، وبرضو تنفع لأي حد، يعني مش شرط ولادنا صغيرين. هندبسها بالدباسة كده الناحية التانية برضو اهو، برضو ندبسها كده. كده برضو هتبقى قدامنا كبيرة توسع معانا اهي. يا رب الفكرتين يكونوا سهلين عليكم وننفذهم مع بعض. دي صغيرة ودي كبيرة، بس المقاس ده بنتحكم فيه. الفوطة اللي انا جايباها كبيرة جدا، فوط المطبخ الرول الكبير بتاع المطبخ برضو بينفع، بس ده انا لقيته بالصدفة زي ما قلت لكم. فان شاء الله يا رب الفكرتين يكونوا سهلين عليكم وتقدروا تنفذوهم، ونحافظ على اولادنا، وربنا يزيح الغمة يا رب ان شاء الله، ويجعلوا عيد سعيد علينا جميعا يا رب ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.